نعود مرة أخرى إلى ضيفي من القدس المحتلة الدكتور منير نسيبة، أستاذ القانون الدولي بجامعة القدس. دكتور منير، يعني كنت تتحدث عن بأن هناك لا يوجد ضغط على إسرائيل من أجل وقف إطلاق النار وعدم الإقدام على العملية العسكرية في رفح الفلسطينية، وبالتالي نتنياهو كان لديه الضوء الأخضر في التصديق على هذه الخطة، وحتى الإشارة من خلال وزير الخارجية الأمريكي في كلمته الأخيرة التي تبعناها الآن بأنه لا يوجد الضغط الحقيقي. هناك دائما يبدأ الكلام بأنه تحدثنا مع نظرائنا في إسرائيل، ولكن كما أشرت بأنه لا يوجد الضغط السياسي أو الاقتصادي أو الحقيقي لوقف إطلاق النار. إذا تحدثنا عن تصديق العملية العسكرية، حتى وإن كانت هناك تصديق لها دكتور منير، ما الفائدة من الإعلان بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي صدق على هذه الخطط في الوقت الحالي؟ أعتقد أن هذا هو إعلان للمرحلة القادمة. هو يعلم بأن كل العالم مترقب لتصرفه في رفح. أغلب دول العالم يعني، وبالأخص الدول القريبة، سواء يعني دولة فلسطين أو الدول أيضا مثل مصر والأردن والدول المجاورة، بالإضافة إلى الدول التي يعني اشتبكت مع الاحتلال الإسرائيلي قانونيا مثل جنوب أفريقيا وآخرون، جميعهم يحذرون من أن الدخول إلى رفح خطير جدا، بأن يعني الدمار الذي قد يقوم به هذا الاحتلال في البنية التحتية وفي ما تبقى من قطاع غزة في رفح، والكلفة الإنسانية للنازحين الذين تحركوا عدة مرات، يعني من هم موجودون الآن في رفح ربما بدأت مسيرتهم من شمال قطاع غزة إلى الوسط وإلى الجنوب حتى وصلوا إلى رفح في نهاية المطاف، وربما تنقلوا بين بيوت مختلفة وبين خيم مختلفة حتى وصلوا إلى هذه المنطقة، لن يتحملوا للمزيد من التهجير الداخلي في داخل قطاع غزة. كما أن يعني العمليات العسكرية الإسرائيلية في الماضي أثبتت بأنها تأكل الأخضر واليابس، يعني هي تستهدف المدنيين، تستهدف البيوت، تستهدف المساجد، الكنائس، المستشفيات. طبعا هي أهم ما تستهدفه هذه العمليات العسكرية، وهذا ما لاحظناه في كل التوغلات البرية التي شهدناها منذ بداية هذا العدوان. دكتور منير، يعني في ظل الإعلان عن تصديق نتنياهو لخطط العملية العسكرية في رفح، هناك تفصيلة ربما ظهرت بأن هناك توفير لما يسمى أو ما أسمى جيش الاحتلال بالجزر الإنسانية داخل قطاع غزة. هل هناك ما يشبه ذلك في القانون الدولي أو في قواعد الحرب في القانون الدولي؟ ماذا يعني بالجزر الإنسانية، وكيف ستختلف عن الممرات الآمنة التي أعلن عنها أيضا جيش الاحتلال؟ يعني كلمة الجزر الإنسانية غير موجودة في القانون الدولي. القانون الدولي يفرض على الدول التي تتحارب بعمليات عسكرية أن تحمي المدنيين وأن تضمن حماية السكان المدنيين يعني بشكل كامل، والمنشآت المدنية أيضا والمستشفيات وما إلى ذلك. فكرة تهجير ملايين الناس هي فكرة من أصلها فكرة خطيرة جدا ومخالفة للقانون الدولي. لا يوجد عملية عسكرية يطلب من فيها أن يهجر مثلا أكثر من مليون إنسان كما فعل الاحتلال الإسرائيلي في الشمال واستمر في الوسط، والآن يفكر في رفح بنفس الطريقة، بأنه يريد أن ينقل جميع سكان رفح سواء النازحين أو أهل رفح إلى الشمال إلى ما يسميها الجزر الآمنة أو الإنسانية. هذا الأمر يعني مخيف صراحة، يظهر بأن الاحتلال لا يزال ينوي أن يهجر سكان قطاع غزة من بيوتهم، وأن يعني يدمر البنية التحتية، وأن يجعل الحياة في قطاع غزة مستحيلة. وهذا الخطر الأكبر، وبالتالي يستمر في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية التي بدأ بها. الدكتور منير نسيبة، أستاذ القانون الدولي بجامعة القدس، شكرا جزيلا لك.